أهلا بيكم في كورس جراس هوبر بالعربي. أنا عمر جنيدي، مهندس معماري مصري متخصص في الديجيتال ديزاين والروبوتيك فابريكيشن، متخرج من ماجستير في الروبوتكس ونظم البناء المتقدمة من جامعة إياك بأسبانيا. درست بارامتريك ديزاين لطلبة الماجستير في قسم العمارة في جامعة EPFL بسويسرا. شاركت في أكثر من 7 ورش عمل دولية متخصصة في مجال الروبوتكس في العمارة. في السنين اللي فاتت اشتغلت على مشاريع كتيرة سواء كانت ديزاين أو فابريكيشن، كلهم كنت بستخدم فيهم الجراس هوبر كبرنامج أساسي. الجراس هوبر هو برنامج بيشتغل مع الراينو. فكرته بدأت في 2007 بعد ما واحد اسمه ديفيد راتن شاف إمكانية في إن الأوبشن بتاع الريكورد هيستوري اللي موجود في الراينو إنه يتوسع أكتر ويكون برنامج كامل بيساعد على عمل قوانين وتعليمات مبنية على تاريخ بناء الأوبجيكتس جوه المشروع، وبكده يساعد الراينو في انه يحقق نتائج صعب تحقيقها بالطرق العادية في وقت اقل وبدرجة تحكم في الجيومتري اعلى بكتير. بالرغم من ان الجراس هوبر يعتبر برنامج سكريبتنج، الى ان الواحد مش محتاج انه يتعلم اي بروجرامينج لانجويج عشان يعرف يستخدمه، وده لانه بيشتغل بطريقة الفيجوال بروجرامينج. البرنامج بيستخدمه كوميونيتي كبيرة جدا، بيعملوا ليه بلوجينز كتير تخليه يصلح لمجالات مختلفة، مثلا بيستخدم في مجال العمارة والبرودكت ديزاين والفاشن ديزاين وفي مجالات التصميم عامة، وبيستخدمه برضو المهندسين زي الستراكشرال انجينيرز، ده غير انه ممكن يستخدم في انواع كتيرة من الاناليسيز زي الوين سيميليشن والبيلدينج انرجي كونسامشنز واللايتنج. الجراس هوبر بيستخدم كمان في الديجيتال فابريكيشن مع حاجات زي السي ان سي ماشين والروبوت ارمز، واللي عن طريقه بيخلي ان ممكن ان الواحد يصنع اعداد كبيره جدا من القطع المختلفه من غير ما يحتاج انه يحضر فايلات خاصه لكل قطعه وحدها. ده تاني اونلاين كورس عمله حتى الان، وان شاء الله ما يكونش الاخير. الكورس مجاني غير هدف للربح، نازل حتى الان على 4 مواقع مختلفه منهم يوتيوب ويوديمي. الكورس ده معمول بحيث انه يغطي كل المواضيع الاساسيه اللي الواحد محتاجها عشان يفهم الجراس هوبر ويعرف ازاي يتعامل معاه ايا كان المجال اللي هو عايز يستخدم البرنامج علشانه. الكورس ده مدته حوالي 4 ساعات ومكون من 3 سيكشنز فيهم 20 فيديو، متوسط مده الفيديو الواحد 11 دقيقه ونص. الكورس فيه حوالي 10 اكسرسايزز بنشتغلها مع بعض علشان نشوف امثله تطبيقيه للحاجات اللي بنتعلمها، واغلب الامثله من كتب تعليميه متخصصه مجانيه علشان لو حد حابب انه يرجع لاي نقطه اتشرحت ويقرا عنها اكتر. في كمان برزنتيشنز انا محضرها بنستخدمها في شرح اي موضوع جديد محتاجين نفهمه للبرنامج. كل البرزنتيشن والاكسرسايز فايلز اللي بنستخدمها في الكورس نازله على الموقع الخاص بتاعي وعلى صفحه اليوديمي بتاعه الكورس. اول سكشن في الكورس عباره عن 8 فيديوهات بيغطوا اساسيات البرنامج زي واجهة الجراس هوبر والفرق ما بين البارامترز والكومبوننتس، وبنتكلم عن الداتا تايبس المختلفة وبنشرح البلينز والفكتورز مع أمثلة متنوعة لأنواع الكومبوننتس المختلفة. تاني سيكشن مخصص لشرح واحدة من أهم المواضيع في الجراس هوبر وهو الداتا ستراكشر، واللي بنفهم بيه الطريقة الأساسية اللي البرنامج بيشتغل بيها. السيكشن ده بنتكلم عن الليستس والداتا تريز والفرق ما بينهم وازاي الواحد يتعامل معاهم ويغير فيهم علشان يطلع النتائج اللي هو عايزها. في اخر السكشن بنشرح ازاي نقدر نعمل سكريبتس نظيفه وسهل قرايتها بالنسبه لاي حد فيها اقل عدد من الكومبوننتس ممكن. في السكشن الثالث والاخير بنعمل امثله مشاريع صغيره متخصصه اكتر نطبق بيها الحاجات اللي اتعلمناها في اول 2 سكشنز. بعدها بنتعلم انيميشن تكنيكس نستخدمها علشان نعمل بيها فيديوهات نظهر بيها مشاريعنا وافكارنا باستخدام الجراس هوبر. علشان تقدر تتابع معانا الكورس انت مش محتاج تكون عارف اي برامج تانية. لو انت شفت كورس الراينو اللي عملته قبل كده او بتعرف تشتغل راينو عامة، فدي اضافة كويسة لكنها مش اساسية عشان تعرف تتابع الكورس. الكورس ده اتحضر باستخدام راينو 6 على اوبريتنج سيستم ويندوز، بس ده ما يمنعش ان مستخدمين الماك هم كمان يقدروا يتابعوه مع الاخذ في الاعتبار الاختلافات البسيطة بين الماك والويندوز. في النهاية أتمنى أن الكورس ده يعجبكم ويبقى مفيد لكم.